اللهم إني أدعوك بقلب صادق وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول واثق. حاجتي مصروفة إليك وآمالي موقوفة عليك، أين المفر منك إلا إليك، وكيف التخلي عنك إلا بالوقوف بين يديك. قد جعلت الصبر عونا على بلائك، وجعلت الشكر سببا للمزيد من آلائك، فإن لم يكن لذنب منك عذرا تقبله فاجعله عيبا تستره أو ذنبا تغفره. فوعيدك خشع من جلاله المقربون وأناب إليه العارفون، فامتثلوا أمر مولاهم العالم بسرهم ونجواهم. أيها الأحبة، نأتي إلى حسن ختام هذه الليلة، ليلة تكريم سليلة بيت القرآن، حرم المرحوم الحاج بلال حسن الكومي ووالدة الأستاذ ناصر بلال الكومي والأستاذ جمال بلال الكومي والأستاذ أيمن بلال الكومي وشقيقة المرحوم الدكتور بهاء محمد الشاهد والأستاذ عبد الرحمن الشاهد، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم الباسوسي، قارئ القرآن الكريم وقارئ الفضائيات الإسلامية، فليتفضل المشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله نسوا الله فأنساهم
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
احد اللي هيسمع لنا يوم القيامة ما تخلي حاجة. انت قدامك اهوت ولسه ليلتك بدر ده لسه الساعة ما تشوف ما جاتش ولا 8 ونص ولا 9 ليس. يا النبي والله الذي لا إله إلا هو وعالم الغيب والشهادة وعالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله الرحيم هو الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا ولله الحمد ولله الحمد.
وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الناس أشتاتا ليرى
أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا ولله الحمد ولله الحمد
صل لربك وانحر إن شانئك والأبتر صدق الله.